Zombie apocalypse. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. ان شاء الله راح ابدي سلسلة جديدة اللي هي شرح بلدات الاوفلاين والاونلاين، مثل ما طلبوا اكثر الشباب من عندي واكثر الشباب اللي جايين جديد على ديفيجن 2 وما يعرفون شلون يسوون بيلد، ما يعرفون شنو المطلوب اذا بي في اي او بي في بي، يعني بلدات الاونلاين والاوفلاين. ان شاء الله راح ابدي اول بلد اللي هو الاوفلاين كبداية للناس اللي بادين جديد والناس اللي دي يلعبون الريد. فعندي اول بلد اللي هو الاسولت رايفل اللي استخدم انا حاليا بالريد. طبعا استخدم الايجل برول، اذا ما عندك الايجل برول تقدر تستخدم الكوستم في 416، يكون مو قاصرة من السلاح هذا. عندك الايجل برول خير على خير. اول شرط من شروط اللي تسوي برد بي في اي اللي هو الاوفلاين، لازم يكون عندك دمج تقليد عالي بالبرد كامل. اول شغله والشغله المهمه اللي هي الكمامه. تقدر تحط بيها دمج تقليد عالي يوصل الى تقريبا 50، اكو قطع توقع 50% دمج تقليد، انا عندي 42% مثل ما تشوفون، ويكون تمت بيها دمج توليت. اي كمامة كانت ما تفرق، حتى لو جيلا حتى لو اي نوعية ثانية، مثل هاي الجيلا عندي وبيها احمر اقدر احط لها دمج توليت واستخدمها، امشي يكون بيها تمت دمج توليت. الخطة اللي بعدها اللي هي فيرنس جروب الصدر اللي حاطه شرط من شروط اللي تبني بيلد، لازم يكون تفكر انت البيلد شنو راح تسوي. مثلا انا بسوي بيلد حاليا يدعم الاسولت رايفل، لازم احط قطعة من الفيرنس جروب حتى يدعم لي الاسولت رايفل ويعطيني 10% رايفل دامج. مثل ما تشوفون اسولت رايفل 10%. اذا فكرت اسوي بيلد ال ام جي دامج، لازم احط واحدة من قطعة بيتروف ديفنس جروب حتى ينطيني 10% دمج. نرجع على قطعة الصدر. قطعة الصدر افضل تكون بيها اللي هي انبريكابل، اللي طبعا تفيد هواية ناس بالغيد. مثلا يعني اذا انت ان شاء الله الارمر مالتك يتجدد 70% من الارمر مالتك يرجع بعد ما يشال الارمر، والتانت الثاني يكون بيها دمج توليت. القطعة اللي بعدها افضل جيلا، تقدر ترفع بيها الهيلث، اكو هيلث يجي 40,000 واكو يجي بيها 30 ولا اخره. انا عندي معدل انواع 30، لان هذا قطعة ماكس تكون بيها 15% هيلث. وتقدر تركب مودين وبن دامج، هاي الشغلة حلوة للجرام الجيلا. نجي على الركبة. الركبة افضل ان تكون جيلا نفس الحالة، لان تقدر تركب بيها مودين ارمر او هيلث حسب احتياج البلد مالتك، وتكون بيها بيشنت. بيشنت تفيد لما تكون تبرد او مشينات العادية، لما تاخذ كبر وانت متدمج راح ارجع لك الارمر مالتك. القطعة اللي بعدها القفاز، لازم يكون طبعا حاط بي الاسوت رايفل دمج حسب البلد مالتي. مثلا انا حاط الاسوت رايفل دمج، بس لما كنا استخدم ال ام جي راح احط هذا القفاز اللي يدعم ب ال ام جي دمج. نجي على الجنطة. الجنطة طبعا لازم يكون بيها دمج توليت حتى اقدر احصل اكثر دمج توليت عالي، وتبقى بعد حسب لوت كل واحد شنو القطعة اللي توقع له، بس تكون نفس هاي الجنطة تقريبا حتى تحصل دمج توليت عالي. طبعا دمج توليت عندي حاليا بالبلد اللي هو 72. طبعا لان استخدم الايجر برام بدا استخدم الكوستم، وتقدر تحط مودات او اتاشمنت ينطيك دمج توليت، مثلا السكوب ومثلا المزل ينطيك دمج توليت. ما تشوفون اذا احط هسه الكوستم
العصر عندي دمج توريد تقريبا 85 مثل ما تشوفون، دمج توريد 85، بس لأن الإيجل برر ما يتركب له مودات فما بيه دمج توريد. طبعا السكيلز اللي استخدمها، استخدم الجنطة اللي هي الريفايف اللي تساعدني حتى أقدر أسوي نفسي ريفايف، وأستخدم الكم لانشر حتى أقدر أهيل نفسي. هذا مختصر للبلد اللي شرحته اليوم، اللي هو الأسلت رايفل. إن شاء الله أكو بلدات جاية، بلدات جاهزة إن شاء الله عليك، والدعم والنشر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.